خيبر خيبر يا يهود وبقلال كم إذا أرضي ذا معلمين تيشو يغضي مجالة مقدشو عاصمة دالك الصومالية وكلا يقود دعين أيان ولا لها فلسطين كو قبتي مانتا قدها مجالة مقدشو اللهم سدد رملهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم دمع قلوبهم وأقذف القلوب في رعب أعدائهم اللهم أجعل القدس مقبرة لليهود علماء الدين كان أرضي دنيا معلمين تنسو يميد أيا أقرين تقرآن كدب ديت سمعين أيا دعوين أيا باقا يقو باقيان قدهان مسلمين تا إنا إلاليان قد يدى مسجد الأقصى أو أمتك وضد عيسى مسلمين تا وحنا أيا هايين قد بديه أي جيدين قار كمد علماء دا سيدن هنتي معلمين تنقيمها بدن وسوسو بحناي قد يبنى وطاوانا يسوء إلهي درتيس عن سوسة وبحني وحنا جيادو مهد علينا هدانا عبارة جامعة دلك مامل كاما مرحدة مدر ودوكسيرة قبل كبنادر وقاتي كارنتي كوات أم أو في عناد أونه رئيسه وببلغ أه وسن دام صلى الله عليه أبا بولي لوغانا بيدينا يتعديه يهودو جي سنسو شعب خوال عليه نرهي فرصدين aan ku bogaadinayna kaalintaas hormuudka ay qaateen iyo dadaalka ay sameeyeen waxa uu mahadcelinayaa dugsiyada kala shaqeeyay iyo ardayda soo jeebtay ee matashaarta dhamaanta soo qayb gashay hadana ay baara jaamacadaha dalka waxaan qabanayay in oo shalay gud u saarnay banaanbax weyn iyo barnaamij kale oo lagu taageerayo shacabka walaalaha reference day waxaad xoreysay naftiina waxaad kar u sheegteen iimaankiina waxaad u soo istaagteen إن فلسطين بردان كنا بين محمد عليه الصلاة والسلام رسالة ربانية إلى أوسو ديبي أو أه المؤمنون كل وليهم جماعينيهم كنفس واحد إليهم لكن حالي حالة ويس بدي شيء وحين يسكو بدي شيء حب جوجين أو قصب أه أو أن لقبرين عدو وسهيونية أي سيء كل أردائين يا نجد جوجي قرتي مركي يا لجوجي حال سقط دحاء شعب الفلسطين سنة الفجر كيا سود ويدا مساعد كودا آذين مساعد مركي كسب بحنا احتفالات يدب الدقيو يعني يا جوش أي جارين جوش أسوأ يعني إن لجوه بغي يا شك كمجرو لكن أيامنا ويكن يد أذجهن إرادة الشعب الفلسطيني انتصرت غزة تنتصر ويقول استير الحمد لله تكبير dadka muslimiinta cadaw badan bay leeyihiin laakiin cadawga ugu daran waa cadawga yahuuda weey sababtoo ah masjidka qiimaha badan ayaa naga haystaan cadawga dhammaantiis ayaa taageersan maraykan baa taageersan kristaan badan baa taageersan hinduus badan baa taageersan cadawgeena oo dhan dadku u taageersan yahay waa yahuuda weey qaar ka mid ah shucuubta dunida islaamka waxay maalmihii ugu dambeeyay cambaareynayeen dhibaatada ay ku haysay Israa'iil reer Falastiin iyo Masjidul Aqsa ya qubbat al masjid al aqsa araka ala marmal hasati wa qad tuhkamat iqlaqa wa qad tuhkamat iqlaqa nushahid al masjid al aqsa bi a'yunin abdu shukr shashawar ma inta city muqdisho jaysh muhammad sawfa ya'ud